هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة، رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة، رطب على السواحل الشمالية. النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيزود من إحساسنا بحرارة الطقس، من المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن زي ما أشرنا ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة في القاهرة مثلا 39، وفي ارتفاع كمان في نسب الرطوبة، وده بيزود بإحساسنا بالحر أكتر. تفاصيل الجو إيه النهاردة؟ بالفعل ما زلنا بنتأثر بمنخفض الهند الموسمي اللي بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المصاحبة معاه بتكون قادمة من على البحر المتوسط، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة اللي بتتجاوز ال 85 و90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأيضا بتتجاوز ال 80% في القاهرة الكبرى. دايما وجود نسب رطوبة في الجو تخلينا حاسس في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة. احنا بدأنا كمان نعلن درجة الحرارة المحسوسة ناتجة عن ارتفاع نسب رطوبة في نشراتنا الجوية. بالإضافة كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ارتفاع قيم درجات الحرارة، وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض. فده بيساعد ان انا احس كمان بارتفاع قيم درجات الحراره. اليوم بالفعل العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 39 درجه مئويه، يعني اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي 3 إلى 4 درجات. فهيستمر معانا طقس اليوم طقس شديد الحراره في القاهره الكبرى، وشديد الحراره راتب كمان بسبب وجود نسب رطوبه في الجو في القاهره الكبرى، في الوجه البحري، في محافظات شمال اسرائيل. طقس نقدر نقول مائل للحراره راتب في السواحل الشماليه بتطلع على البحر المتوسط، هي بتكون طبعا الاقل في قيم درجات الحراره لكن بتكون الاعلى في نسب رطوبه. محافظات الجنوب دايما بتكون هي الاعلى في قيم درجات الحراره لكن بتكون الاقل في نسب رطوبه، فاجواءها تبقى اجواء شديده الحراره فتره النهار في المحافظات الموجوده في جنوب البلاد. نيجي على فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده بيكون مخصوص اكثر في ساعات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لكن عظمه الرطوبه بتكون فترات الليل، فهتبقى اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للحراره في المحافظات الموجوده في اغلب المحافظات الموجوده في الوجه البحري، في القاهره الكبرى، في بعض الاماكن كمان من جنوب البلاد، اجواء معتدله رطبه في الاماكن الموجوده في سواحلنا الشماليه. هنلاقي فترات المساء وساعات الليل في بعض الاماكن هيكون في نشاط رياح يساعد بعض الشيء على تنظيف الاجواء واحساسنا بنسب رطوبه اقل. ارتفاع قيم درجات الحراره متوقع ان هو يستمر معانا حتى نهايات هذا الاسبوع، ومع مطلع الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في انخفاض خفيف في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات في معظم المحافظات الشماليه تحديدا، نتيجه تاثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. خلاص احنا بدانا الاجواء الصيفيه اللي دايما فيها ارتفاع في نسب الرطوبه، فحتى لو حصل انخفاض في قيم درجات الحراره هتظل نسب الرطوبه موجوده في الجو، هيظل احساسنا بقيم درجات الحراره هي اعلى من القيم دايما المقاسه او المعلنه في النشرات الجويه. فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا، لان موجات ارتفاع قيم درجات الحراره اصبحت دلوقتي غير المعتاد، اصبحت دلوقتي الموجات طويله بشكل كبير. صحيح. قيم درجات الحراره احنا بنسجلها، بدانا نسجل قيم درجات حراره على مستوى الشهر كله، قيم درجات حراره مرتفعه اعلى من المعدلات غير قبل كده. احنا قبل كده كان بيبقى يومين ثلاث ايام، دلوقتي اسبوع 10 ايام. بالفعل قبل كده احنا كنا على مدار الشهر كله، يمكن ده من خلال البيانات المناخيه في الهيئه العامه للارصاد الجويه، على مدار الشهر كله كنا بنسجل قيم درجات حراره مرتفعه مش كتيره، ايام مش كتيره فيها قيم درجات حراره مرتفعه، لكن احنا دلوقتي يمكن على مدار شهر 6 كله اغلب ايامه قيم درجات الحراره اعلى من الطبيعي الطبيعيه بشكل كبير، بتتكرر في موجات ارتفاع قيم درجات الحراره. تستمر فترة طويلة مع قيم درجات حرارة مرتفعة أيضا بتتكرر بشكل كبير في الأسبوع أو في الشهر، فعشان كده بنأكد على كل السادة المواطنين لازم ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا بقدر الإمكان، وأهمها إن احنا أول حاجة نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، وخاصة من 12 الظهر لحد الساعة 4 5 العصر،
الفتره دي شده الاشعه الشمس عاليه بشكل كبير. لو انا مضطره ابقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فتره طويله تجنبا لاي اجهاد حراري، من كمان ان اتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. انا حتى لو مش عطشان هشرب ميه، الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الاستفاضه فتحت عيون، اتواجد في اماكن جيده في التهويه، لان موجات ارتفاع قيم درجات الحراره حتى لو حصل انخفاض يوم او اثنين هتتكرر ثاني، وارد كمان انها تتكرر في فتراتها طويله. لسه كمان ظهور فصل الصيف بيكون شهر 7 وشهر 8 بسبب الارتفاعات الكبيره اللي بتبقى في الصبر. طيب يعني هل الارتفاعات دي مكمله معانا يعني يا دكتور منار؟ احنا كنا بنتساءل انا وزمايلي الصبح انا وجمانه ومصطفى، يعني الجو الموجه الحاره او المعدلات الاعلى من الطبيعي دي مكمله معانا لغايه امتى؟ اي طبعا احنا لحد نهايه هذا الاسبوع هتستمر قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه. هنيجي مع بدايات الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنخفض قيم درجات الحراره، لكن هتكون انخفاضات طفيفه بمعدل من درجتين لثلاث درجات. الانخفاضات دي مش هتستمر مده طويله كمان، يعني هيبقى مدتها ان شاء الله السبت والحد والاثنين، ثم تعود مره اخرى قيم درجات الحراره في الارتفاع. خاصه كمان ان رغم الانخفاضات اللي هتحصل هتظل قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من سنه. يعني احنا متوقع عظمى على القاهره الكبرى يوم السبت الجاي ان شاء الله تكون 37 درجة مئوية، هي أيضا أعلى من المعدلات رغم الانخفاضات. فإحنا عندنا في التنبؤات الفصلية لفصل الصيف أغلب الأيام فيها تكون درجات الحرارة فيه أعلى من المعدلات الصيفية، وكمان يتخللوا موجات شديدة في الحرارة تكون أعلى من المعدلات بقيم أو بدرجات حرارة ملحوظة، بقيم ملحوظة. فبالتالي لازم ناخد بالنا خلاص إحنا في تغير مناخي بقى أمر واقع وهيستمر معانا على مدار فصل الصيف. لكن برضه يعني نطمن كل الساده المشاهدين ان مش لازم كل فصل الصيف هيكون فيه استمرار للارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره، اكيد في بعض الايام يتخللوا بعض الانخفاضات في قيم درجات الحراره نتيجه تاثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى. يمكن مرتفع العروض الوسطى من اهم التوزيعات الضغطيه في فصل الصيف اللي بتبقى معاه كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا بتساعد بشكل كبير في تلطيف الجو بالظبط، بتلطف الاجواء، قيم درجات الحراره تنخفض. لكن في الغالب في فصل الصيف بيكون التاثير من منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي دايما بيبقى معاه الكتل الهوائيه الشديده الحراره من اسباب موجات ارتفاع قيم درجات الحراره في دول الخليج واللي بتتجاوز 50 درجه مئويه هو منخفض الهند الموسمي. الكتل تمر على البحر المتوسط تفقد جزء من قيم درجات حرارتها لكن تتحمل بكميه كبيره من بحر الماء. يعني بالظبط رطوبه كبيره وهتستمر معانا، يعني الناس كلها فاكره ان الرطوبه هتقل في الشهور الجايه. بالعكس احنا تدريجيا كمان في شهر 7 وشهر 8 نسب الرطوبه هتزيد في الجو، وبتكون اغلب ايام فصل الصيف فيها ارتفاعات بسبب ارتفاعات كبيره في نسب الرطوبه اللي بتخلينا دايما نحس ان قيم درجات حراره اعلى. وكمان كل ما نسب الرطوبه زادت كل ما احساسنا بقيم درجات الحراره اعلى زاد. يعني احنا خلال هذه الايام من درجتين لثلاث درجات هنلاقيها في شهر 7 وشهر 8 ممكن نزود اربع درجات وخمس درجات على قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل نتيجة بس ارتفاع نسب الرطوبة. وكمان بدأنا نلاحظ ان نشاط الرياح بدأ يقل او سرعاته بدأت تقل في بعض الاماكن. هدوء سرعات الرياح كمان يساعد ان احنا طبعا نحس بقيم درجات حرارة اعلى. ولو طبعا تزامن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، دايما وجود المرتفعات الجوية بيبقى عامل مهم جدا ان قيم درجات الحرارة كمان ترتفع. يمكن ده المتوقع زي ما قلنا في الاول على مدار فصل الصيف، موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره يتخللها بعض الايام فيها قيم درجات حراره معتدله، لكن في الاغلب هي قيم درجات حراره اعلى من المعدلات الصيفيه المعتاده لكل عام. يعني بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا على كل هذه التفاصيل. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها هتكون 39 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 39 26، الإسكندرية 33 23 والعلمين الجديدة 32 23، مطروح 31 22 ودمياط 33 25، بورسعيد 32 24، الإسماعيلية 40 26، السويس العظمى فيها 39 والصغرى 25 والعريش 32 23، كاترين 36 17 وطوبة 38 26، حلايب 37 30 وشلاتين 38 29، شرم الشيخ 42 31 والغردقة
الغردقه 42 31 ايضا، الفيوم 39 26 ايضا، بني سويف 39 26، اما الوادي الجديد 44 27 واسيوط 40 27، سوهاج 42 26 وقنا 43 28، الاقصر 43 29 واسوان 44 30. كده خلصت نشرتنا الجويه المفصله، دلوقتي عوده مره ثانيه لجمانه ومصطفى ومتابعه فقره صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هاله، شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا هاله.